طيب من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا مع مباحث الإجمال، مع المطلب الثالث، وقد ضمنه المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن جملة من المسائل المترددة بين الإجمال والبيان، تتردد بين كونها مجملة وبين كونها مبينة. ومن آخر ما ذكرناه مسألة الدليل الذي يحتمل معنيين، أحد هذه المعنيين يفيد فائدة واحدة والمعنى الآخر يفيد أكثر من فائدة، فهل كثرة الفائدة تعد مرجحا من المرجحات أم لا؟ فعلى القول بأن كثرة الفائدة تعد مرجحا من المرجحات في الدليل المجمل، يكون هذا الدليل من المبين وليس من المجمل، وعلى أنها لا يصح أن تكون مرجحا في هذا الدليل فيبقى الدليل مجملا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. هل الإيتار يتعلق بالأحجار أم يتعلق بالأفعال بالفعل فقط؟ إذا تعلق بالأفعال فالمقصود أن يوتر في استجماره، سواء استجمر بوتر من الأحجار أم بشفع، فحمله على الإيتار في الأفعال يفيد فائدة واحدة، وهي أن المقصود أن يكون استجماره وترا. أما حمله على الإيتار بالأحجار فهذا فيه فائدة الإيتار بالأحجار، أي أن تكون الأحجار وترا وأن يكون الفعل وترا كذلك. ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروث فقبل الحجرين ورد ثالثا، وورود أحاديث أخرى فيها مشروعية تعديد الأحجار، الاستجمار بثلاث أو بسبع ونحو ذلك. وهذا يدل على أن تعدد الأحجار مقصود للشارع، لكن البحث هل يمكن أن يكون تعدد الأحجار مفادا من هذا الدليل أم لا من جهة كثرة الفائدة؟ من هذه الجهة هو مشكل، لأن كثرة الفائدة لا تثبت إلا بعد أن نثبت بأن الدليل يتعلق بالأحجار، وهو محل خلاف أصل. فإذا قلنا بأن الإيتار يتعلق بالأحجار ودليله أنه إذا تعلق بالأحجار دل ذلك على كثرة الفائدة، هذا هو المسلك الذي فيه نظر، لأنه لا يبين أو يتوقف القول بكثرة الفائدة على القول بأن الإيتار تعلق بالأحجار، ويتوقف القول بأن الإيتار يتعلق بالأحجار على كثرة الفائدة، وهذا يلزم منه الدور، توقف الشيء على ما يتوقف عليه أو توقف الشيء على نفسه مباشرة أو بواسطة.
هذا كان مما ختمنا به، وذكرنا طرفة عن ابن نباتة الأديب الشهير في قوله: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشي بما جفا لولا جفاه. فهمتوها هيك؟ واضح البيتان واضحان. ابن نباتة أديب شهير من كبار الأدباء، وهو يقرن بالحريري رحمه الله تعالى. يقول ناظم الرسالة: وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة أو الحريري، طورا أخو جد وطورا عابث، حتى كأني للأنام وارث. قال ناظم الرسالة هو عبد الله بن الحاج حماه الله الغلاوي الشنقيطي رحمه الله، فنظمه للرسالة نظم طويل، واعتذر في المقدمة، قال: لأنني شغلت بالنحو، قال بعدها: شغلت بالنحو وبالبيان، وإن هذان لساحران، فجلت فيما منهما يهوى الذكي. استغرق الكوفي قلب الملكي. وبعد قال بأن نظمه هذا فيه الأبيات القوية الجزلة المحكمة، هذه الأبيات النازلة. فقال: وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة أو الحرير، أحيانا من قوة النظم وحسنه وعذوبته أذكرك بابن نباتة والحرير. وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة أو الحرير، طورا أخو جد وطورا عابث، حتى كأني للأنام وارث. أنه سيرث الأنام جميعا. من اللطائف التي يحسن ذكرها في هذا المقام المسألة السريجية نسبة للإمام ابن سريج رحمه الله، أحد أئمة الشافعية، له مسألة شهيرة في الطلاق تسمى بمسألة السريجية، وهي من مبتكراته ومما يمكن وقوعه. هي مسألة تتعلق بالدور. إذا قال المسلم لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ ابن سريج قال: لا يقع. قال: لو أن رجلا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فأنت طالق قبله ثلاثا، ابن سريج قال: لا يقع. علاش؟ لأن تلك الثلاث، لأن هذا الطلاق لم يصادف محلا، هذه الثلاث، هذا الطلاق الجديد، إذا قال لها أنت طالق، وقالها: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، يعني فمتى قال لها أنت طالق فقد طلقت قبله ثلاث مرات، والمرأة إذا طلقت ثلاثا فهي بائن بينونة كبرى، فلا يصح طلاق رابع بعد ذلك. هذا الطلاق قال لك لا يقع لأنه لم يصادف محلا، واضح. وتلك الثلاث لا تقع حتى يطلق هذا الطلاق، فترتبت الثلاث على هذا الطلاق الرابع، وإيقاع الرابع متوقف على عدم وجود الثلاث. لكن الجمهور على أنه يقع، على أنه يقع طلاقه، والعلماء شنوا على ابن سريج في هذا، بل قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: كان الإمام ابن سريج رجلا فاضلا حتى أحدث مسألة الدور في الطلاق. ما الذي حمله على مثل هذا الابتكار وهذا الاحتمال وهذا الترجيح؟ الدارقطني قال: كان الإمام ابن سريج، وهو إمام كبير، أحد عمدة الشافعية رحمة الله عليه، وله اختيارات واجتهادات تدل على أن له حظا عظيما في الاجتهاد رحمة الله عليه، لكن هذا ذكرناه من باب الطرفة ومن باب تدريب الملكة الفقهية. إذا وقع عليك طلاقي فأنت طارق قبله ثلاثا، إذا كانت قد طلقت منه ثلاثا فهذا الرابع لا محل له، فهو لا يقع هذا الرابع، وتلك الثلاث لا تقع إلا بوقوع هذا الرابع، ففيه دور كما ذكرنا. نعم، زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة الشريف الدينساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول المسألة الخامسة في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي أو وضع لغوي يأتي دليل عن الشارع الحكيم. هذا الدليل يحتمل أن يفيد حكما شرعيا كما يحتمل أن يفيد مسألة لغوية، مسألة من مسائل اللغة، وذلك حيث كان اللفظ محتملا للأمرين. لا شك أن الأصل في الكلام الشرعي كما سيأتي أنه يحمل على معناه الشرعي، لأن الكلام هنا كلام الشارع الحكيم. لكن يكون في ذلك الدليل نفسه احتمال إفادة المعنى اللغوي. من أين جاء هذا الاحتمال؟ جاء هذا الاحتمال بسبب أن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، ومن جهة أن عددا أو بعضا من مسائل اللغة يستدل عليها بأدلة من الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوجود هذا الاحتمال هل يصير الدليل من المجمل أم لا؟ سيأتي. والصحيح أن هذا لا يعد من الإجمال، لأن اللفظ لفظ الشارع الحكيم، إما كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في اللفظ الشرعي أن يحمل على معناه الشرعي، الأصل في كلام كل متكلم أن يحمل على عرف المتكلم. والشريعة جاءت منشئة للأحكام ولم تأتي مبينة لألقاب اللغة، وإن كان يستدل بأدلتها على مسائل اللغة. الجهة منفكة، كون الشريعة بمعنى الكتاب والسنة، كتاب يستدل به العربية في الجملة، والسنة على خلاف، هل يصح الاستدلال بالسنة على مسائل اللغة؟ على خلاف في هذا، وابن مالك رحمه الله تعالى وعدد من الأئمة يجيزون هذا. وسبب الخلاف هو جواز رواية الحديث بالمعنى، لأنه يجوز أن تروى الأحاديث بالمعنى، فربما يقع تصرف من الراوي على وجه يخالف اللغة، وهذا البحث محله علم أصول النحو، وهذا كالجواب لسؤال ورد إلي في هذه المسألة. فالشاهد أن الاستدلال على مسائل اللغة بنصوص الكتاب والسنة لا يعني أن نصوص الكتاب والسنة جاءت لإنشاء الألقاب اللغوية أو جاءت لبيان مسائل اللغة، ولا مانع من أن تكون مسائل اللغة مفادة على جهة التبع، يكون الدليل الشرعي وارد لمعنى شرعي ويفاد المعنى اللغوي على جهة التبع. فلما كان هذا ممكنا وقع هذا الالتباس، يمكن لا مانع أن الشارع يقصد إلى بيان المعنى الشرعي بجهة الأصالة، ويقصد الإشارة إلى المعنى اللغوي، لكن المعنى اللغوي يكون مفادا بطريق التبع لا بطريق الأصل. هنا وقع التردد. والصحيح كما سيأتي وهو مذهب الجمهور أن هذا لا يصي أن هذا الاحتمال لا يصير الدليل داخلا في باب الإجماع، لأن الأصل هو حمل الدليل الشرعي على معناه الشرعي. نعم، واللفظ محمول، لفظ في الشريعة، واللفظ محمول على الشرعي لم يكن، فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب كما قال في المراقي. واللفظ محمول على الشرعي، أصلا تحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية، وأحيانا يكون المعنى الشرعي مرادفا للمعنى اللغوي، هذه مسألة أخرى. لكن الأصل في
ألفاظ الشريعة أن تحمل على معانيها الشرعية. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم لاثنان فما فوقهما جماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. قوله صلى الله عليه وسلم لاثنان فما فوقهما جماعة، ظاهر الحديث يحتمل أن يكون المراد بالجماعة هنا جماعة الصلاة، صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، هذا هو الظاهر. كما تحتمل أيضا تكون المقصود بالجماعة أنه جمع، أنه يصح إطلاق لفظ الجماعة عليهم، ولذلك وقع هذا الاحتمال، لكن الأصل هو الحمل على المعنى المعهود في الشريعة، لاثنان فما فوقهما جماعة أي جماعة في الشريعة، أي لاثنان فما فوقهما يحصل لهما أجر الجماعة لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتما اثنين فليأمكما أحدكما إلى آخر حديث الصحيح، ومنها أن لفظ الجماعة جاء في الشريعة مرادا به الجماعة جماعة الصلاة، لأن الاثنين فما فوقهما إذا صليا حاز أجر، أن الاثنين إذا صليا حاز أجر الجماعة. وكذلك الطواف بالبيت صلاة، روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه مقال، روي موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء بألفاظ مختلفة. الطواف بالبيت صلاة، هل يريد به الصلاة أنه دعاء، أنه دعاء هو المعنى اللغوي، أو طواف بالبيت الصلاة يريد به الصلاة المشروعة، الصلاة الشرعية هي القربة الفعلية ذات الإحرام والسلام أو السجود، فاحتمل هذا وهذا، لكنه ظاهر في أن المقصود بالصلاة العبادة، ولذلك جاء في بعض الروايات فلا يتكلم فيها، غير أنه لا يتكلم فيها، وهذا شأن الصلاة وقوموا لله قانتين، جاء عن زيد بن أرقم أي نهي فنهينا عن الكلام في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة فأنزل الله تعالى قوله وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت في الصلاة. فهناك قرائن تدل على أن المقصود بالصلاة هي الصلاة، هي العبادة المشهورة، أحد أركان الإسلام، ولذلك فالأصل في هذا اللفظ أن يحمل على معناه طواف بالبيت الصلاة، أي له حكم الصلاة العبادة، ولذلك يشترط فيه عند الجمهور ما يشترط في الصلاة من الطهارة ونحو ذلك. فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخباراً منه عن أقل الجمع في اللغة اثنان، يحتمل يعني أنه، لكن هذا محل نظر، لأن الشريعة لم تأتي لهذا أصالة، لم تأتي لهذا أصالة، على أنه قد تفيد على جهة التبع جملة من مسائل اللغة. وسينبه في الأخير أنها وضعت للأحكام لبيان الأحكام الشرعية لا لإنشاء الألقاب اللغوية. وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة، ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة وجعل الاثنين جماعة، فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية، لا لتعريف الألقاب اللغوية، ولأن اللغة العربية سابقة، اللغة العربية سابقة للأحكام الشرعية، بل الشريعة جاءت بلسان عربي مبين، وكثير من الألقاب اصطلح عليها فيما بعد، فكيف يكون السابق لذلك الاصطلاح منشئا له؟ كثير من الألقاب اللغوية جاءت بعد الشريعة في عصر التدوين، يعني بعد عصر الصحابة والتابعين بدأت تظهر الألقاب اللغوية، ولا يصح أن يكون المتقدم منشئا للقب جاء بعده. اللهم إلا على جهة الإشارة أو الإعجاز في بعض المعاني كما أشرنا
تلك مسألة أخرى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ذاك باب آخر، ذاك باب آخر. أما الاصطلاحات اللغوية كالفاعل والمفعول به ونائب الفاعل والفعل المبني لما لم يسمى فاعله، تلك ألقاب حادثة جاءت بعد نزول الشريعة بزمن، فلا يصح أن يستدل على تلك الألقاب بنصوص شرعية نزلت قبلها، لأنها متقدمة عليها، ولأن الشريعة صيغت لبيان الأحكام الشرعية. وهذا لا يمنع كما ذكر أن تفاد، أن يفاد من الشريعة مسائل في اللغة، أو أن يستدل بالشريعة على جملة من مسائل اللغة. المسألة السادسة: فيما إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. هذا قريب مما سبق على كل حال، بل بعض أهل العلم يجعلهما من باب واحد، لكن الفرق دقيق، هما المسألتان متقاربتان. المسألة الثانية هذه أن يكون اللفظ الشرعي له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، ويتردد بينهما، وهذا كالسابق والماضي. لكن الأول فقط في المثال الذي ذكره يتعلق بمسألة إنشاء الشريعة للأحكام الشرعية وللألقاب اللغوية. هل يصح أن نقول بأن الشريعة بين نصوص الكتاب والسنة تأتي منشئة للألقاب اللغوية أو للأوضاع اللغوية أم لا؟ هذا هو. ولا شك أن الشريعة تأتي موافقة لوضع اللغة، كما تأتي ناقلة للوضع اللغوي، وأحيانا تستقل بالإنشاء، تستقل، هذا من جهة الوضع. أما من جهة اللقب فالألقاب حادثة كما ذكرنا. مسألة أقل الجمع عند أهل اللغة مسألة خلافية، وقع الخلاف فيها فيما بعد من خلال النظر في كلام العرب والنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة الشرعية من جملة ما استدل به في بحث لغوي، لكن هذا لا يعني بأن الشارع في هذا النص قصد ذلك المعنى اللغوي، هذا يبقى محتملا. نعم الاثنان فما فوقهما جمع، نقدر نستأنس به في مسألة لغوية، نقول هذا يؤيد القول بأن أقل الجمع اثنان، وهو مذهب بعض الصحابة وهو مذهب مالك، أقل معنى الجمع في المشتهرين اثنان في رأي الإمام الحميري. لكن البحث ها هنا في ما هو المعنى المقصود للشارع في هذا النص، وذلك لا بد من التفريق بين المعنى المقصود على جهة الأصالة وبين المعنى المقصود على جهة التبع أو غير مقصود لكن يفهم من الدليل. وهذا بحث يتعلق بدلالة الإشارة، سيأتينا دلالة الإشارة أن يدل اللفظ على معنى لازم، لازم للمعنى الأصلي. نقول هنا الاثنان فما فوقهما جماعة، المقصود بالجماعة هنا جماعة المعنى الشرعي، أنه يصدق عليها صلاة اثنين إذا أما أحدهما الآخر يصدق عليها أنها صلاة جماعة، ويفاد منها أنه جمع، وعلى أن أقل الجمع اثنان. فكوننا استفدنا من هذا الدليل أن أقل الجمع اثنان لا يعني أن الدليل سيق لأجله أصلا. فهمتوني مش حبيتم؟ فهذه مسألة اللي بعدها قريبة منها، اللي بعدها حيث كان اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني الشارع الحكيم من الممكن أن يريد معناها الشرعي ولا مانع أن يريد معناه اللغوي، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى بعيد جدا أن يكون مقصود الشارع إثبات هذا المعنى اللغوي، لأن الشريعة لم تأتي لبيان الألقاب اللغوية. فهمتوا الفرق؟ في المسألة الثانية ما كانش مانع، الدليل يحتمل هناك لفظ له معنى في اللغة وله معنى في الشريعة، ولا مانع
في الشريعة أن يراد أحدهما، بمعنى أن الشريعة استعملت كما سيأتي لفظ الوضوء. راح يمثل بالوضوء لا؟ الوضوء هي الوضوء ياك. أن الشريعة استعملت لفظ الوضوء بمعنى الطهارة المعهودة، الطهارة المائية المتعلقة، واستعملت الوضوء بالمعنى اللغوي، فهو استعمال شرعي بمعنى اللغوي. فهمت الفرق بين المسألتين؟ وما متقاربتان، الفرق بينهما دقيق. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار، وإن كان هذا منسوخ على الصحيح، فإن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار. لكن خلونا مع هذا الحديث، توضأوا مما مست النار، ما الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ؟ هل يريد الوضوء إذا توضأت أن تتوضأ الوضوء المشروع؟ هل يريد الوضوء اللي هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة، أم يريد غسل اليدين مطلقا، الغسل والتنظف والتطهر؟ لأن للوضوء معنى لغويا هو التنظف والتطهر والتجمل. إن الوضوء اشتق من الوضاءة وفسرت بالحسن والنظافة، كما قال ناظم الرسالة: من الوضاءة، هذه لغة، لغة أهل اليمن بحذف النون، من الوضاءة، فمي لغة في منى، من إن الوضوء اشتق من الوضاءة وفسرت بالحسن والنظافة، والنظافة فالوضوء من الوضاءة، والوضاءة الحسن والنظافة. قال الشاعر: والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء، ليس بالحسن الجميل. وقال الآخر: مراجح العقول ذو أنات مسامح وجوههم وضاء. حسنة نظيفة جميل. فالمعنى اللغوي نظافة، تنظف يعني، تنظفوا من مما مس، من أكل ما مست النار. والله يحتمل المعنى آخر، المعنى الشرعي، وهو الطهارة المائية المتعلقة بأعضاء مخصوصة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأصل أن يحمل اللفظ على معناه الشرعي. فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي. فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل، وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، ولأنه عرف الشارع. عرف، والأصل في كلام المتكلم أن يحمل على عرفه، كلام الشارع الأصل فيه أن يحمل على معنى، على المعنى الشرعي. وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه. فهذا تمام الكلام في المجمل. فهذا تمام الكلام في المجمل. زيد. الفصل الثالث في الظاهر. اعلم أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع. هذا شروع منه في الفصل الثالث، فقد عقد للنص فصلا، وعقد للمجمل فصلا، وبقي الفصل الثالث وهو الفصل المتعلق بالظاهر، والفصل الرابع وهو المتعلق بالمؤول. الظاهر في اللغة العربية اسم فاعل من الظهور، ظهر الشيء إذا تجلى وانكشف، ويأتي لمعاني كثيرة. الظهور في اللغة العربية يأتي على معاني كثيرة تتجاوز 10 معاني. ظهر عليه بمعنى غلبه، ظاهره إذا أعانه، ظاهر عليه إذا أعان عليه، ويأتي لمعاني كثيرة. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. ويأتي معنى الظهار، المظاهرة فيها معنى الظهر. المهم المعاني كثيرة، لكن احنا المعنى الذي يعنينا هنا هو الوضوح
والجلاء والانكشاف، ظهر الشيء إذا تجلى وانكشف واتضح، هذا هو. وله معاني كثيرة في العربية. شوف يعني، والملائكة بعد ذلك ظهير، شفت له له كثير من الاستعمالات، لكن الذي يعنينا هو معنى الجلاء والوضوح والانكشاف. وأما في الاصطلاح فما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ له تعاريف كثيرة. بعضهم يقول هو ما دل دلالة ظنية. الظاهر كل لفظ يدل دلالة ظنية. وبعضهم يقول الظاهر هو اللفظ الدال على أكثر من معنى مع رجحان في أحدها. ما دل على معاني فأكثر هو في أحدها راجح وفي غيرها مرجوح. وهذا قدمنا به في دروس سابقة، إن اللفظ إذا دل على أكثر من معنى فإما أن تكون تلك المعاني متساوية فيكون ذلك مجملا، وإما أن تكون متفاوتة من حيث الرجحان، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، هو المؤول وهو الذي لا يصار إليه إلا بدليل. ولذلك يسمى المؤول ظاهرا بالدليل متى ما أخذنا به. إذن الظاهر هو اللفظ الدال على أكثر من معنى هو في أحدها راجح وفي غيرها مرجوح. ماذا قال هو في الراجح؟ فلذلك كان اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما، معنيين فأكثر وهو راجح في أحدها كقول نعم. وجل أو كثير من نصوص الشريعة هي من قبيل الظاهر، نصوص العموم من الظاهر، الإطلاق من الظاهر وهكذا. فالأدلة وكثير من الأدلة التي سقناها قبل قليل هي من قبيل الظاهر. الاثنان فما فوقهما جماعة، ظاهر في أن المقصود بالجماعة صلاة الجماعة. توضؤوا مما مست النار، ظاهر في أن المقصود بالوضوء هو الوضوء المعروف. فأمثلة الظاهر كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الظاهر أنه يعم كل صيام، لا نكاح إلا بولي، ظاهره أن الولي شرط في صحة النكاح ويحتمل الكمال، لكن هو ظاهر في اشتراط الولي. فإطعام 60 مسكينا ظاهر في وجوب إطعام 60 مسكينا، وإن كان يحتمل المدة كما هو مذهب الأحناف كذا. فجل النصوص من قبيل الظواهر. فلذلك كان متضح الدلالة، يقول ولذلك كان متضح الدلالة، فيه احتمال مع أرجحية. الظاهر فيه احتمال لكن مع أرجحية، فذلك الراجح هو الظاهر. سمي ظاهرا لاتضاح دلالته ولظهوره على غيره. مش نربطه بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. لماذا سمي الظاهر ظاهرا؟ لظهور دلالته ولظهوره على غيره، فهو يغلب غيره من الاحتمالات، لأن الراجح يغلب المرجوح. قل سيدي عبد الله في أقسام المنطوق معنى له في القصد، قلت أصل وهو الذي لفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. كان الغير محتملا على جهة المرجوحة فالراجح هو الظاهر، وظاهر إن الغير احتمل، والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل. قل ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع، فالظاهر دلالته متضحة من جهة وضعه، وهذا يخرج به ما كان ظاهرا من جهة دليل خارجي مستقل، فهذا لا يسمى ظاهرا وإنما يسمى مؤولا
أو يسمى ظاهرا بالدليل. طبعا من حيث الوضع، لماذا زادوا لفظة من حيث الوضع؟ أن الظاهرة، أن اللفظ الظاهرة معناه راجح من جهة الوضع، الأرجحية مفادة من ذات اللفظ، يعني من جهة الوضع. أما إذا كانت تلك الأرجحية مفادة من دليل خارجي، هذا لا يسمى ظاهرا، وكان يسمى مؤولا، أو يسمى ظاهرا بالدليل. ظاهرا بالدليل. السبب الأول الحقيقة، وهي في مقابلة، وسيذكر لنا 8 أسباب، هي أسباب اتضاح الدلالة. ثمانية أسباب، هي أسباب اتضاح الدلالة، وهو مبحث طويل أطال فيه المؤلف رحمه الله تعالى، ولعله أطول مبحث من مباحث الكتاب، فجعل كثيرا من مباحث دلائل الألفاظ المتفرقة في كتب الأصول راجعتها إلى الظاهر، وهو ترتيب حسن كما ذكرنا، وهذا صحيح. مباحث الحقيقة والمجاز داخلة تحت الظاهر. مباحث العموم، الخصوص سيأتي، يدخل في المؤول، يعني مسألة الظاهر والمؤول تنتظم كثيرا أو جل مباحث دلالة الألفاظ. مباحث دلالة الألفاظ في مجملها تدخل تحت الظاهر والمؤول. العموم من مباحث الظاهر، الخصوص من مباحث المؤول، الإطلاق من مباحث الظاهر، التقييد من مباحث المؤول، لأن التخصيص والتقييد نوع تأويل كما سيأتي. وهكذا مباحث الحقيقة والمجاز، مباحث الترادف، مباحث الاشتراك، كلها من مباحث الظاهر عند التحقيق. السبب الأول الحقيقة، وهي في مقابلة المجاز. السبب الأول الحقيقة، والحقيقة في مقابل المجاز. عرف العلماء الحقيقة، الحقيقة يقولوا في اللغة هي فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، وذلك تطلق على الحق. قد علمت عليا هوازن أنني أنا الفارس الحامي حقيقة جعفري حقه. فحق الشيء إذا ثبت، وهو حق أي ثابت. وأما في الاصطلاح فلها تعريف، من أشهرها أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له أصالة. فالحقيقة هو اللفظ حين نستعمله، أو هي استعمال اللفظ، خلينا نعبره بتعبير دقيق، قول الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له. فالحقيقة وصف للاستعمال، كما أن المجاز والتجوز وصف لهذا الاستعمال. فمتى ما استعملنا اللفظ في معناه الأصلي فتلك هي الحقيقة. استعمالنا لللفظ في المعنى الأصلي يعد حقيقة، لأننا حملناه على المعنى الحقيقي له. ويقابلها المجاز، وهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأننا تجوزنا وعبرنا من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في ما وضع له، كلفظ الأسد. لفظ الأسد إذا أطلق، لفظ الأسد وضعته العرب للدلالة على الحيوان المفترس. فمتى قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا يفترس غيره من الدواب، فالأصل حمل اللفظ على ظاهره، أن المقصود بالأسد هو الحيوان المفترس. قل رأيت أسدا، الأصل والحقيقة أن المقصود بالأسد في هذا الكلام هو الحيوان المفترس، لأن العرب وضعت هذا اللفظ للحيوان المفترس. والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له،
كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. والمجاز، المجاز في اللغة مفعل من الجواز، مفعل من الجواز. المفعل تعرف مفعل بثلاثة، لا يفعل له تي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمله، مفعل من الجواز. وكأنه معبر، المجاز هو الذي يعبر عليه من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي أو الثانوي، المعنى المجازي. إذن مجاز أصلها مجوز، من جاز يجوز جوازا. والمفعل منه مجاز. تقول الباب مثلا يصف بأنه مجاز يجاز منه. لذلك يلغز العلماء عادة بقولهم قالوا فما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. هذا يلغزون به في لفظ الباب. الباب حقيقته مجاز، العادة والمعهود أن المجاز يقابل الحقيقة، فكيف يكون حقيقة ومجازا؟ حقيقة الباب أنه مكان يجاز منه من داخل إلى خارج. فأراد هنا بالمجاز المجاز الاصطلاحي ولا اللغوي؟ اللغوي. قالوا فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، اللي هو حرف الباء، ثلاثي باب فعل، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا. لفظ باب معربة ولا مبنية؟ هذا باب، رأيت بابا، وضعته في باب، ومررت بباب، له الإعراب حقا. والبناء، ما وجه البناء؟ أراد بالبناء البناء اللغوي أيضا، يجعل في البناء. وإلا فالباب هو يعرفه العلماء في اللغة بأنه فرجة في ساتر يتوصل به من داخل إلى خارج وعكسه. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. راجح في الحقيقة، راجح في الحقيقة. وذلك الحقيقة هي الأصل كما ذكرنا في إطلاقات الأصل، والأصل للدليل والرجحان وما عليه قيس من أركان وجال ما استمر من قواعدي ومعنى الاستصحاب غير قاعدي. ها، والأصل للدليل والرجحان يطلق على الراجح. نعم. فإذا قلت رأيت أسدا فالأصل أنه الحيوان المفترس، مع أنك قد تريد به الرجل الشجاع. رأيت أسدا يقاتل في ساعة المعركة، رأيت أسدا يخطب على المنبر يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. أنا رأيت أسدا يخطب على المنبر، تريد رجلا شجاعا يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم مثلا، وهكذا. رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة، لا شك أنها تريد الأصل أنه حيوان مفترس، لكن القرينة تدل على أنك أردت الرجل الشجاع. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة، والأصل أنه لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة كما ذكرنا، لأنه لا ينتقل عن الأصل إلى الفرع إلا بقرينة، إلا بقرينة تدل على أن المراد هو المجاز لا الحقيقة. والقرينة هذه في الحقيقة أقسام كما مضى معنا، كما أنه لابد من التنبه إلى مسألة، وهي مسألة وجود العلاقة بين الحقيقة والمجاز. ما يقول في المجاز هو اللفظ الحقيقة، اللفظ المستعمل في موضع له، المجاز لفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل، لعلاقة، يزيد كلمة لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة ينبه العلماء الشرط أن تكون ظاهرة مشهورة معلومة، لا تكون خفية بعيدة نادرة. يعني وش العلاقة بين الرجل الشجاع والأسد؟ الشجاعة، الشجاعة.
الشجاعه والقوه. المهم يكون الرابطه، العلاقه ان تكون العلاقه بين المعنى الحقيقي والمجازي مشتهرا حتى يحصل الانتقال، انتقال الذهن من المعنى الاصلي الى المعنى المجازي. لانها اذا كانت خفيه، اذا كانت خفيه ادل ذلك الى الاخلال بالفهم. وذلك مثلا مما ينافي البلاغه والفصاحه، تقول رايت اسدا يتكلم وانت تريد رجلا ابخر، اي كريه رائحه الفم. اردت ان تشبهه بالاسد في هذا المعنى الذميم. الاسد معروف بسوء رائحه فمه، واضح. فهنا الذهن لا ينتقل. لماذا لا ينتقل؟ لان العلاقه خفيه نادره بعيده. ولذلك شرط حمل الكلام على معناه المجازي ان تكون قرينه. الاصل ان يحمل الكلام على معناه الاصلي، فلا يصار الى المجاز الا بقرينه، الا بدليل، وان تكون العلاقه بينهما علاقه ظاهره مشهوره معروفه وليست خفيه او غريبه أو نادرة. وإلا رجعنا إلى الأصل، أو وقعنا في الإجماع لأنه يكون مترددا. خاصة إذا جاءت قرينة، قل رأيت أو جلست إلى أسد يتكلم فانزعجت. الانزعاج هنا قرينة أنك لا تريد، خاصة الكلام، إذا أطلقت لفظ الكلام والأسد لا يتكلم. جلست إلى أسد يتكلم مثلا الكلام فانزعجت، هنا القرينة تدل على أنك تريد معنى سيئا. لكن هذا المعنى لا يفطن له إلا الخبير باللغة، إلا العارف بهذه الدقائق، وذلك غير العارف يحصل له خلل في الفهم. ايش تريد أنت؟ تريد أسد حقيقي؟ الأسد لا يتكلم. وما الذي أردته؟ من الذي أردت تشبيهه بالأسد؟ ولماذا انزعجت؟ وما وجه شفت؟ ولذلك والذهن لا ينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا إذا كانت العلاقة علاقة هي وجه الشبه، يعني بعبارة أخرى يكون وجه الشبه معروفا ومشهورا ومأنوسا. وأما إذا كانت العلاقة ضعيفة أو بعيدة أو نادرة أو غريبة فإن الذهن لا ينتقل إلى المعنى المجازي. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وفي مقابلتها مجاز لغوي. حقيقة شرعية، وفي مقابلتها مجاز شرعي. وحقيقة عرفية، وفي مقابلتها مجاز عرفي. هذا تقسيم للحقائق باعتبار الجهة، باعتبار الجهة التي وضع، أو الجهة التي استعمل المعنى من خلالها. فمتى هذه الحق أو التي ثبت المعنى لأجلها؟ فإذا كانت هذه الحقيقة حقيقة ثابتة بجهة اللغة، يعني هذا الاستعمال استعمال لغوي، فهو تقسيم باعتبار استعمال اللفظ في المعنى. فإذا كان استعمالا جهته اللغة فهي حقيقة لغوية، وإذا كان من جهة الشرع فهي حقيقة شرعية، وإذا كان من جهة العرف فهي حقيقة عرفية. المقصود ما جهة الحقيقة، ما جهة الحقيقة. والعلاقة بين اللفظ والمعنى كما ذكرنا في مضى هي علاقة دال بمدلول. احنا حين نقول حقيقة ومجاز، الحقيقة وصف لماذا؟ إذا لاحظتم أن الحقيقة تأتي وصفا لللفظ، وتأتي وصفا للمعنى، وتأتي وصفا للاستعمال، الاستعمال اللفظي في ذلك المعنى. تأتي لللفظ يدل على ذلك صنيع الأصوليين في التعريف، يعرفوا الحقيقة يقول لك هي اللفظ المستعمل.
اللفظ المستعمل فيما وضع له في الأصل، ولا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لفظ الأسد لم يوضع ابتداء للرجل الشجاع، ولكن وضع للحيوان المفترس. فاستعمالنا لهذا اللفظ في غير ما وضع له هو المجاز، استعمالنا للفظ الأسد في معنى رجل الشجاع مجاز. فأحيانا يعبرون عن الحقيقة أو بالحقيقة والمجاز عن اللفظ، هذا في مقام التعريف، اللفظ المستعمل في غير في موضع له أو في غير موضع له. وأحيانا يستعمل في المعنى، وهذا معنى حقيقي ولا معنى المجازي. اللفظ يحمل على معناه الحقيقي وعلى معناه المجازي. إذا من الحقيقة والمجاز وصف لماذا؟ لمدلول اللفظ. هل مدلول اللفظ في هذا الاستعمال حقيقي ولا مدلوله مجازي؟ تقول أسد، ما المعنى الذي أردته؟ رأيت أسدا، ها؟ فالأصل أنك تريد المعنى الحقيقي. رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة، وجدت القرينة التي تدل على أنك تريد المعنى المجازي، خلاص. وتصدق كذلك الحقيقة والمجاز على الاستعمال، الاستعمال اللي هو وضع اللفظ للمعنى أو إطلاق اللفظ على المعنى الذي تريده، وهي متقاربة. علاش أنا قلت لكم هذا؟ زيادة في الإيضاح والبيان، حتى تكون عندكم حرية التصرف في التعبير. إذا أردت أن تقرب معنى تفهم هنا لفظ مجازي ولا معنى، الأمر متقارب، الأمر متقارب في هذا. في هذا المقام أيهما أقرب، اللفظ ولا المعنى ولا الاستعمال؟ استعمال، أحسنت. لأن هنا المدار هو على الجهة التي صدر منها هذا اللفظ، المدار على الجهة التي استعملت هذا اللفظ. فإذا كانت الجهة شرعية كانت الحقيقة والمجاز شرعيين، وإذا كانت الجهة عرفية كان الحقيقة والمجاز عرفيين، وإذا كانت لغوية كان الحقيقة اللغوية والمجاز لغة. فهمتوا هذه؟ هذه مهمة. إذن فهذا التقسيم إنما هو تقسيم باعتبار جهة استعمال هذا اللفظ. فإذا كانت الجهة شرعية فهي حقيقة شرعية ويقابلها المجاز الشرعي، وإذا كانت اللغة فهي حقيقة لغوية ويقابلها المجاز اللغوي، وإذا كان العرف هو الذي استعمل هذا فهي حقيقة عرفية ومجازها ويقابلها المجاز العرفي. أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به الحقيقة اللغوية، أي لفظ هو اللفظ المستعمل في لغة العربي لمعنى، ها؟ يعني هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وضع له في اللغة العربية. قول. أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب. أقول لكم هناك الحقيقة اللغوية مجمع على ثبوتها على خلاف في المجاز، بخلاف الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. هناك خلاف أصلا بين العلماء في وجود الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لكن الصحيح أنهما ثابتتان كما سيأتي. القسم الأول الحقيقة الشرعية، ما هي؟ اللغة، بدأ باللغوية، الحقيقة اللغوية. أيوة. محتج به أصحابنا أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع. شوف، محتج به الشافعية وابن حبيب من المالكية على خيار المجلس، على خيار المجلس في الحديث الشهير في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان أو المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو ما لم يفترقا، ما لم يفترقا. هنا وقع الخلاف بين العلماء في مسألة إثبات خيار المجلس، ومن جملة ما بني عليه الخلاف هل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان حقيقة ولا مجاز، وهل قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يفترقا حقيقة ولا أراد به المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي في اللغة. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا،
فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إنما المراد بذلك المتساومان. إذن مذهب المالكية والحنفية يناسبه أن المقصود بالمتبايعين المتساومان. إذن وش اللي يناسب مذهب المالكية والحنفية؟ المجاز حقيقة ولا المجاز؟ المجاز. يقول لك مالكية قوله صلى الله عليه وسلم البيعان والمتبايعان لم يريد المتبايعان حقيقة وإنما أراد المتساومين. أراد المتساومين لأن الأصل بأنه الأصل أنه بمجرد العقد يقع الإلزام، ولأن المجلس لا حد له كما ذكر ولهم أدلة أخرى. فقال لك البيعان أي اللذان من شأنهما أن يتبايعا وهما المتساومان. وذلك جاء في بعض الأحاديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، والمقصود لا يسوم على سومه كما في أحاديث أخرى، لأنهما إذا تبايعا فما الذي يضير؟ وخلاص باعلوا لا يبيع أحدكم على بيع أخي. المقصود لا يسوم على سومه، لأنه هو لأنه لو كان المقصود لو كان اللفظ حقيقيا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخي، إذا كان قد باع وانعقدت الصفقة فلا أثر للسوم بعد ذلك، اللهم إلا أن يؤثر عليه في رجوعه عن الصفقة الأولى، وهذا له محمل. نعم زيد. وافتراقهما هو بالقول. فالمجاز في قوله صلى الله عليه وسلم البيعان المقصود به المتساومان، وما لم يفترقا وليس بالأبدان، ما لم يفترقا بالقول أي ما لم يتعاقدا بالقول، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد ويمضياه. فإذا تبايعا حقيقة وأمضيا العقد وأبرما بأن باع هذا واشترى ذاك، قال هذا بعت وقال الآخر اشتريت، كما مذهب من يشترط الصيغة، أو كان ذلك بالمعاطاة ولو بمعاطاة كما قال الشيخ خليل، فقد حصل العقد ولزم البيع. ولزم البيع. نعم. فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. فهو افتراق باللسان وليس افتراقا بالأبدان. قد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه. كثير هذا موجود في العربية وموجود في الشريعة كثير، أن يطلق الشيء على ما يقاربه. مجاز بالقرب، المجاز علاقته القرب، قد قامت الصلاة حين يقولها مقيم الصلاة حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. قامت مازال ما كبرش الإمام. قد قامت الصلاة أي قرب قيامها، أتى أمر الله فلا تستعجله سيأتي قرب ما إتيانه، كل ما آت فهو قريب. وبالنظر إلى هذه المدة اليسيرة بمقارنتها أو بالنظر إلى علم الله تبارك وتعالى وإلى تاريخ الخلق، لا يستبشر ما في آخر الأمم، ربما هي كلحظة بالمقارنة مع التاريخ البشري اللي هو بملايير السنين. أتى أمر الله، وذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين لشدة القرب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا فلا تستعجلوا. أنا أتى معنا سيأتي، وذلك القرينة في قوله تعالى فلا تستعجلوا، فالمقصود قاربا إتيانو. ها كأنه كثير، وفيه نكت على كل حال ذكرناها في دروس البلاغة، والتعبير بأتى كأنه واقع لأنه واقع لا محالة، فيه نكت كثيرة، لكن الشاهد هنا الذي يعنينا هو المجاز. هو المجاز فهو قد يطلق قد يعبر بالوقوع عما قرب وقوعه لقرب ذلك الوقوع، فالشيء يعطى حكمه وحكم ما يقاربه. هذا من القواعد الفقهية، جينا نشرح الحكم ما هذا أو المبدأ لما نخير. يعني هل يأخذ المقارب حكم مقاربه والمحاذي حكم محاذيه أم لا؟ فأنا قال لك هذا موجود، ما كانش مانع يطلق أن يأتي في الشرف المتبايعين ويراد المتساومين الذي قارب ودنا بيعهما، الذي يريكم البرقة. هنا المقصود المطر لأنه لقربه منه وهكذا.
وإنما المراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. كما في الحديث، المقصود بالخطبة لأنه إذا نكحت خلاص المرأة صارت في عصمة رجل، فلا يمكن أن ينكحها غيره. فالمقصود هنا النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والخطبة بكسر الخاء هي طلب يد المرأة، وهو وعد بالزواج. وأما الخطبة فهو الكلام الذي يلقيه المتكلم، فالفرق بينهما من حيث الكسر والضم. الخطبة الكلام الذي يلقيه المتكلم على غيره من الناس، أما الخطبة فأمرها معروف هي خطبة الزواج، وأما الفعل فكلاهما بالضم، والخطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة. لك تقول أحكي لكم هذه طريفة، أنا حتى وقعت لي وضحكتني بزاف مرة، عجيب، تعلق بلفظة يخطب. مرة هذا كنت في البلاد مع واحد، كانت عندي خطبة في مسجد من المساجد، خطبة ماشي خطبة، صح، رجل فاضل عمي شغوب، ذاك الوقت في الحقيقة السيارة ما كانتش موجودة، وضاق علي الوقت، قلت له غدا عندي خطبة خلاص، جاء اداني والأهل بغات تحضر معايا الخطبة، ركبت في الخلف وركبت في القدور وانا ماشي، وجا هو استغرب، هو فهم بلي نخطب طفلة يعني امرأة، الطريق كاملة دي مع مرته هذا يعني وقع له شيء عجيب، وانا ما فهمتش كيفاش يعني سبحان الله. الطريق لما وصلنا للمسجد وكذا قال لي صلينا وخلاص، او قبل الصلاة، فقال لي قلت له انا اخطب، قال لي نجو هنا نحبسوا، هو ظن نروحوا البيت ولا، قلت له لا راح المسجد نخطب، قال لي بارك، قال لي ريحتني يا شيخ، قال لي وراني نشوف راك داير معاك الاهل وساكتين، وقلت بالك راهي زعلانه يعني قاعد تخطب وداير معاك تخطب يعني عجيب، قلت له يا ودي نخطب الجمعه الله يهديك يعني نخطب الجمعه، ويبا كيف واحد يخطب يدي معاه غريب سبحان الله. هذه لانه كلمه ما سمعش، ولا انا المفروض هو خطبه، قلت له خطبه ما قلتوش خطبه، لكن انا قلت له نخطب وخطب يخطب، يحتمل خطبه الزواج ويحتمل خطبه الجمعه، هذا مثال حي يعني على الاشتراك في اللغه في الواقع حتى فيما يفهمه الناس، سبحان الله امر عجيب. قول كمل. قد ورد في رواية أخرى، يعني كنت مباله في صورة هذاك اللي يتزول معي باله محتوى هذا جاي معايا وتخطب لي بس وهذا جاي نخطب خطبة الجمعة فقط، وهو استغرب مني هذا، قال لي أنا استغربت، قلت الشيخ يعني بشي مع ويده داير راح يخطب يعني لا يبالي لهذه الدرجة، فلما وصلنا استراح واتضح له أني على كل حال هذا موجود، يوجد من النساء من تخطب لزوجها، لكن أظنه نادرا الحقيقة، ولا غالب هذا الله أعلم، أنا أظنه غالبا أظنه نادرا أظنه نادرا، ولكن قد يقع هذا، لكن هذا ذكرته فقط كمثال بعيدا عن المسألة هل يحسن أن يذهب بمرأته أم لا يحسن، هذه مسألة أخرى لمن أراد أن يعدد أن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة، هل يحسن به أن يذهب بالأولى على بحسب ما تقتضيه المصلحة الراجحة، فإذا قبلت الأولى وكانت راضية ورأى من المصلحة أن تحضر جبرا لخاطر أو دفعا هذا ما رده إلى المصلحة، ما كانش نص يأمر ولا ينهى، لكن أنا محل الشاهد اللفظ كان محتمل، خطب يخطب يحتمل الخطبة بمعنى إلقاء الكلام على المستمعين، ويحتمل الخطبة بمعنى مقدمة الزواج. كم بقي الأذان؟ 7 دقائق، وقيل نخليكم تدعو ولا ندعو ولا تعرفوا أنه هذا من ندعي وتأمنوا إن شاء الله، إيه لعلنا نكتفي ندعو
بدعوات نسأل الله تبارك وتعالى يتقبلها منا ومنكم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته. يوم الجمعة كما جاء في الحديث فيها ساعة لا يصادفها عبد إلا فيسأل الله تبارك وتعالى فيها حاجته إلا أعطاه الله حاجته، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمك العظيمة وألائك الجسيمة، أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على أفضل رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنه قد بلغنا عن حبيبك ومصطفاك ونبيك ومجتباك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلغنا عنه أن هذه الساعة ساعة إجابة، وأنك تعطي كل من دعاك أو سألك حاجته وسؤله. اللهم فحقق رجاءنا وأعطنا سؤلنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الشكر على ما أعطيت ولك الحمد على ما أوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا تائها ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا واسعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا واسعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من لدنك رحمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما،
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا، اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا، اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام وعز وتمكين وفتح مبين منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الربانيين الراسخين الذين تحيي بهم الملة والدين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا طيبا مباركا سخاء رخاء زاهرا مزدهرا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، ففي هذه الدقائق اليسيرة أود أن أنبه على جملة من مسائل الدعاء. ولا يخفى عليكم أن الدعاء من أعظم العبادات وأجل القربات، بل صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الترمذي أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. جاء في لفظ مخ العبادة ولا يصح، لكن معناه صحيح، بل الثابت أبلغ من غير الثابت، لأنه غير الثابت قال لك مخ العبادة، ومخ الشيء لبابه، لكن الدعاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. وهذا حصر من باب المبالغة والتعظيم، وفيه جانب حقيقي وليس مجازي. ف
فالدعاء هو العبادة، لأن الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى هو داع لا محالة، سواء كان داعيا بلسان المقال فهو يسأل الله تعالى ويطلبه، أو بلسان الحال فهو يسأل الله تعالى بلسان حاله أن يثيبه وأن يكتب له الأجر وأن يتقبله وأن يرضى عنه. هذا وجه كون الدعاء هو العبادة، فإن العبادة لا تخرج عن كونها دعاء، كل عبادة يتقرب بها إلى الله فهي دعاء، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، ونحن مأمورون بهذا الدعاء. الدعاء بالمعنى الخاص هو السؤال، سؤال الله تبارك وتعالى وطلبه، نحن مأمورون، الله تعالى أمرنا بهذا الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني، أمر من الله. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا تتم ولا تكمل إلا بأن يكون لكل مسلم حظ من الدعاء، حظ من المناجاة، حظ من التضرع لله سبحانه وتعالى. ربكم ادعوني أستجب، فأنت حين تدعو الله أنت مجاب لا محالة، وليس معنى الإجابة أن يعطيك ما تريد دائما، هذا لازم تنبه لها. قل لك الله يجيب الدعاء، ما بالنا ندعو ولا، هو قال لك يجيب، والإجابة معنى عام، أي أنك حين تسأل الله تبارك وتعالى الله جل جلاله يجيبك، ما دمت متقيدا بشروط الدعاء، ما دمت تأكل الحلال ولا تأكل الحرام، ما دمت مقبلا على الله تبارك وتعالى بصدق، وإلا فالله لا يستجيب من قلب غافل. لا، هناك موانع الدعاء وهي موانع الإجابة، فلا بد من الحذر منها. لكن متى ما أتيت بالدعاء على وجهه المرضي فإنك مجاب لا محالة، الله لا يردك بل يقبلك، وليس معنى الإجابة دائما أن يعطيك ما تريد على وجه الخصوص، هذه مسألة مهمة. قد يعطيك سؤلك سبحانه وتعالى ما تريده بعينه يعطيك إياه، فهو أكرم الأكرمين. قد يدخر تلك الدعوة عنده جل جلاله، خبيها لك وينميها لك حتى تأتي يوم القيامة وتعرف قدرها وتحمد الله على أنه ادخرها لك يوم القيامة، وقد يصرف عنك من السوء مثلها، يدخرها لك ويدفع بها عنك الشرور وتقى ببركتها مصارع السوء. فالدعاء عبادة عظيمة، والواجب على المسلم ألا يترك الدعاء وألا ينقطع منه الرجاء، وألا ينقطع منه الرجاء في مولاه سبحانه وتعالى، لأنه أولا كريم، هو أكرم الأكرمين، وقبل ذلك لأنه قادر، ما كانش حاجة تعجز رب العالمين، إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إياك أن تستعجز القدرة الإلهية بوهمك وبضعف يقينك وقلة إيمانك، قل ودعيت بزاف ما شكيت، تقولش لا تدري، الله تعالى يقول كن فيكون. إذن ما دام الأمر متأخرا فلحكمة بالغة هو يعلمها سبحانه وتعالى، فهو قادر لا يعجزه شيء، زيد هو حكيم، حكيم حكمة بالغة، يضع كل شيء في موضعه. وكم من مرة كنت تدعو الله بشيء لو عجل لك به لكان فيه حتفك، لشغلك ذلك الشيء، فيؤخره لك ربك ومولاك إلى حينه، فتحمد الله تقول الحمد لله يا رب، لأنه أعلم وأحكم، فهو سبحانه وتعالى قادر لا يعجز شيء، وهو حكيم فكل شيء لحكمة بالغة. ثم زيد هو كريم، ليس من شأنه البخل، بل هو أكرم الأكرمين، ولو أعطاك الدنيا وأضعافها لما نقص ذلك من ملكه شيئا. هذا باش ترتاح، بل لماذا ما كانش إجابة على ما تريد، فهي لحكمة بالغة، ما هوش نسيان، ما هوش تغافل، ما هوش ما على بالوش بيك، لا لا أبدا، لحكمة بالغة الله يعلمها، فأنت تسلم، يكون عندك في قلبك برد الرضا. وزيد هو رحيم، أرحم بك من أمك، تقول بس هذا يشوف فيا وراني مضرور، لكن الله تعالى رحيم، لكن رحمته مع الحكمة،
إذاك رحمة الناس، إنسان قد يرحمك فيعجل لك بالشيء، وحكمته بالغة سبحانه وتعالى، وله الحجة البالغة على خلقه. فهذا ينبغي للمسلم أن يتنبه له وأن لا يعجل، وأن لا يعجل. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحسار، يستجاب لأحدكم ما لم يستح يعجل يستحسر، يقول دعوت ودعوت فلم أرى، يستجاب لي فيستحسر عندها فيترك الدعاء. لا، كونك ملازما لعتب الدعاء هذا شيء كبير، هذا عبادة عظيمة، ولا يأتينك الفرج ولو بعد حين. يقول سيدنا ابن عطاء الله كلاما عجيبا، يقول له هنا، يقول له واحد لي دعيهم ما زال يتأخر عطاء، قال له لا يكن تأخر العطاء مع إلحاحك في الدعاء موجبا ليأسك، فهو الذي ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. ويقول في حكمة أخرى إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله، فمتى ما رزقت الفهم عنه كان المنع عين العطاء. تفهم، لكن هذا صعب شوي، خاصة في الابتلاءات التي يعني قد تزلزل الإنسان. أخيراً برك حبيت أنبه على أدب الدعاء. من أدب الدعاء رفع الأيدي، تحب تدعي الله تعالى ارفع يديك، فإن الله سبحانه وتعالى حي ستير يستحي من عبد، إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اليد الممدودة إلى الله لا ترجع خائبة أبداً. وكذلك من أدب الدعاء الثناء، أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة، ثم تذكر حاجتك، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم أسباب الإجابة، من أعظم أسباب الإجابة أن تجعل دعواتك بين صلاتين، بين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، والصلاة والسلام عليه ثانيا. هناك مسألة أخيرة، مسألة وجه مزح اليدين، مزح الوجه عفوا باليدين في الدعاء. هذه جاءت فيها أحاديث لكن فيها ضعف، فيها تلك الأحاديث فيها ضعف، وبعض العلماء يحسنها، ولذلك اختلف الفقهاء فيها من قديم، يعني فبعض يقول مشروعة المسح، بعض يقول لا لم يصح، والحافظ ابن حجر أظنه حسن الحديث. وأذكر أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يخير لحاب يمسح ولحاب الأمر في ذلك واسع. الشأن أن لا يترك المسلم دعاء الله تبارك وتعالى، لأنه عبادة عظيمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، والحمد لله رب العالمين.